معاكم دايتيشن ضياء. هل شرب الماء أثناء الأكل بيؤدي لظهور الكرش؟ لأن شرب الماء بيساعد على هضم الطعام وتحليله وتليينه ومنع الإمساك، وكمان بيزود امتصاص الأكل. تتخلص المعدة من 300 ملي من الماء في 10 دقايق فقط، ولكن بتاخد 4 ساعات تقريبا عشان تهضم الأكل بشكل كامل وصحيح، ودمتم بدون كرش.